حتى الكاميرا ديال الكاميرا واحد الضمان. شو تقول لهاد البلاصة هادي؟ السلام عليكم متابعي قناة شوف تيفي، مباشرة معكم من مدينة الخميسات بالضبط المنطقة ايت المجدوب. كما كنلاحظوا عندنا واحد الأسرة كتكون تقريبا من 6 ديال النفوس. كما كتعرفوا هاد الراجل كان خدام عند واحد الناس لمدة 22 عام، وكان في الاخر لاحوه من بعد ما توفى الأب ديال هاد العائلة هادي. لاحو السيد هنا للشارع وما عطاو حتى شي، يعني على الأقل يعطيو هاد الحق ديالو اللي كان خدام معاهم 22 عام، على الأقل يعطيو شي حاجة. بقى معنا باش نسولو، قولي واش سيف يعني شحال نتا خدام هنا؟ 20 عام ماني خدام معاهم. إوا نهار مات بوهم جا ولادو بغاو يخرجوني، وأنا ما عندي لا سكنة لا فين غنمشي لا فين غندي ولادي. الغالب الله وأنا عيان غالمرا اللي كخدام عليهم. يعني 22 شي عام وأنت خدام؟ 20 عام وانا 20 عام وانا خدام معاهم. شنو كنتي كدير يعني في الخدمه ديالك؟ الخدام ديالي انا كنعس في الليل. قابلت شي 35 عبد اللي قابلت تماك، والغنم والبقر المحلات كلشي انا اللي مقابلهم. كنشرب وكنعطي البال وكنعطي هذا التالي تعييت خرجوني ما هو عطيني حتى حاجه. عطاوك شي حاجة ولا ما عطاوكش؟ ما عطاوني حتى شي حاجة، ما عطاوني يعني خرجوني كيت. جيتي بنيتي حداهم هنا؟ ها؟ جيتي سكنتي هنا حداهم؟ سكنت هنا كيفاش عرفت سكنت هنا؟ شحال كنت ساكن دابا هنا في هاد الخيمة هادي؟ شي 20 عام ساكن هنا. لا كنتي معاهم في الدار؟ 5 سنين. شحال كنت ساكن دابا في الخيمة؟ 5 سنين وحنا ساكنين في الخيمة. هنا في الخيمة 5 سنين. كان صحاب قلت لي الدار لهيه. لا لا الخيمة 5 سنين. 5 سنين وحنا بالبرد بالشتا وفي البرد وكل شيء. حنا 5 سنين وساكنين في هاد الخيمة هادي، وفي الشتا وفي البرد وكل شيء. ولادي عريانين وولادي ما كنديهم في الشتا ونديهم في البرد ونديهم في كل شيء، ما كانش اللي كيحن فيا. المدرسة قريبة لكم هنا؟ بعيدة. كيمشي ولادي عري. شحال ديال الطريق؟ من الوطيل ليه؟ شحال ديال الطريق؟ شحال من كيلو؟ تكون 3 4 5 كيلومتر. بحال 5 كيلومتر بحال هكا. الشتا والبرد وولادي ما مغطيين ما عريانين وما لابسين ما حتى حاجة. هاد الناس هادو كنطلب منهم غير حقي، يعطيوها ليا باش نكري. ما عندي لا سكنة لا البلاد لا دار لا حتى حاجة. كنطلب منهم حقي اللي كنطلب منهم وكنطلب سيدنا. أين شاورينا هذه المنطقة شكون؟ هاد المنطقة أيت المجدوب أيت وريبل. الراجل عندي اللي عساس كان خدام عنده في الفيرما في طريق الرباط 10 سنين تما، وهنايا 11 عام. كيدير الكازو هنايا كيشرب ليه شجر ما كيخلي ما كيدير. وانا تايا انا خدام معاه كنعاونو. انا عايشه انا والوليدات والوالده ديالي وكلشي، وانا غي انا اللي خدامه عليهم. دابا فاش عيا ليا الراجل غير انا اللي خدامه عليهم. وكندير خبيزات وكندير هادشي ديال سايكوك هادشي باش عايشه. دابا هادشي باش عايشة. وكنطلب للمحسنين كنطلب لسيدنا يعاوني غير باش فين نسقر ولادي. هادشي اللي كنطلب انا. دابا تكون شي 22 هادي
وانا خدامه عندهم والراجل خدام 22 عام وكنخدم في الديور وكنجيب لولادي ما ياكلوا الا ما خدمت ما ياكلوش ولادي. لا خدامي انا وراجلي. انتي كتخدمي عندهم في الدار؟ في الدار وهو كيخدم في هذاك الشيء ديال الخيل وهذاك الشيء ديال الغنم كيسرع وعلى الاخر وانتقلنا هنايا. سميتو ربوع دريس. سي دريس كما كنعرفوا متابعي قناه تشوف تي في سي ربوع دريس اللي قضى تقريبا 22 عام وفنى عمره مع هاد العائله هذه من بعد ما توفى الاب ديالهم. يعني لاحوهم للزنقه يعني على الاقل على الاقل 22 عام ما كانش عليه يطيع على الاقل يعطي واحد المبلغ اللي يكون محترم باش على الاقل الناس تكون نفسها. الناس لقات راسها يعني ما عندها حتى شي حاجه. الوالده بخير. قولي لنا الوالده يعني يعني كيفاش كانوا عايشين؟ يعني عايشين ولدي المعيشه ديال اش غنقول لك ولدي، كتمشي وتخلى الراجل لوليدات يومين ثلاث ايام كتخدم في الخميسات في الديور ولدي، ومن بعد ملي تجي تلحق ليهم ما ياكلوا ترجع والتاني دائما عندها البكا دائما عندها البكا دائما عندها سميتو دائما مع عمرها مسكينه ما فاش كتجلس السبت والحد كتقول لها راه ندير شويه سيكوكو ندير الخبز للناس وتوكلهم باش يدوروا معاه. البارح داز واحد السيد من هنا كيسقسي فيها وكتبكي عليه، قلت ليه لا فيك شي رحمه كسي ليا الدراري غيدخلوا بالمدرسه، الدراري عريانين، الدراري ما يستاهلوش هاد الشيء، وحيدوا ليها الضو وحيدوا ليها الماء، وبقات مسكينه لا الضو لا الماء باش كيكون داك العجاج وداك الشيء، ما كيبغيش هذاك الشمع وداك الشيء يرصى ليها، وكتبكي وهي ناعسه وهي كتبكي، هاد الشيء ما عندنا ما نقولوه ولدي. كنطلبوا ربي وسيدنا يشوف هاد السيده هادي هي والوليدات. دابا كتشوف هاد الخيمات؟ ها؟ كتشوف هاد الخيمات؟ اه كيبات في الخيمه كتستر من هنا وتستر من هنا والعرا والبرد، تا الفراش ما كاين مزيان، تا هذا ولا اله الا الله ولدي والصبر، لا اله الا الله محمد رسول الله، كطلب من المحسنين وربي سبحانه هو يكونوا معاها وتعيش هاد الوليدات هادو. ان شاء الله. ان شاء الله ولدي كنمشي انا عند بنتي كنمشي عندها فاش كتبقى فيا كنرجع عندها كنشد ليها الوليدات باش هي تمشي تخدم عليهم واخا ما قاداش كنرضع عليهم البال. هاد الشيء ولدي ماك الله يعطيك السر ديال الله بلغ هاد الهضره حتى تلحق سيدنا. هاد الهضره خصها تبلغ حتى تلحق سيدنا. ايوا هاد الشيء ماك. يعني الوضعيه ديالكم كيفاش دايره زعما؟ ها الوضعيه ديالكم زعما كي داير؟ بخير. الناس كيعاونوكم؟ مره 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 ولدي اللي فيه الحنينه كيحن، اللي ما فيهش واخا تعاود ليه الخبر كيزيد ويخليك. ما كيعاونوكمش الناس هنا؟ لا ما كاينش من الطرف، كيجي شي سيد من الرباط دابا ولا شاف كازا ولا هذا كتبكي عليه كيجيب ليها شي حاجه ويجيب ليها الحويجات للدراري. واحد المراه البارح جايه جابت ليها شوي ديال اللحم جابت ليها شوي ديال الخبز جابت ليها الله يكثر خيرها باش تعشاتها بعدها. وهذا الشيء اللي كان اولدي هذا الشيء اللي عاود لك اولدي. كما كتلاحظوا متابعي قناه شوف تي في يعني بدريس اللي كيعاني يعني في هاد الخيمه اللي منذ تقريبا خمس سنوات هو كيعاني يعني في الشتا والبرد وتا البلاصه اللي كيقراو فيها الدراري يعني بعيده بواحد 3 ولا 4 كيلومتر. يعني كنتمنى من الناس اللي عندهم قلوب الرحيمه يحاولوا يساعدوا بدريس والزوجه ديالو والعائله يعطيهم واحد يد المساعده. الله يجزيكم بخير. بدريس يعني شحال في عمرك انت يعني؟ 90 عام. 90 عام تبارك الله لا طولنا في عمرك. يعني 90 عام قضيتي تقريبا منذ خدمتي انت في عمرك مع السيد كان في عمرك شي 60 ولا؟ نخدم مع هذاك السيد. شحال في عمرك كانت ديك الساعه؟ باش ديك الساعه ملي خدام معاه تكون عندي 70 عام. 70 عام؟ 70 عام. وكنتي قادر تخدم وكنتي وخدمت معاه شي 22 عام داك الشيء. ما تكونش عنده 70 عام، ما تكون عنده 65. 65 داك الشيء كان تكون 65. 65 90 دابا تكون عندي 90 يكون خدم في 65 في عمرك. كاينه دابا على خاطر ولا غتكون عنده قله تكون عنده شي 63 شي 85 تكون هكاك.
دابا باش كتحس دابا مزيان انت بخير؟ ايوا كانت مرا مريضه وليدي مريض من هنا ومريض دابا من الحر ديالهم مريض من العينين هادي دابا ما كانش ماتي هادي ماتي. دابا شنو كتطلب من الناس اللي كيشوفوك يعني؟ شنو كتقول للناس يعني؟ لا على الحساب ديالي. لا على الحساب ديالي. راه خدام معاهم 22 عام. ماشي ساهل. ايوا ماشي ساهل اولدي. وكيطلب حتى من المحسنين يعاونوا. يعاونوني. وهذو الهضره بغيناها تكون. ان شاء الله. يعطيني واحد 14 مليون ولا باش نكون تنحقق تنعمي على ولادي. وين شي ميساج وصلي للناس؟ كنطلبوا منكم الله يجازيكم بخير، الله يطول عمركم، الله يطول عمر سيدنا، يعاوننا. انا ساكنه غير في الخيمه، ساكنه غير في الخيمه، ما كانش اللي يعاونني الا ما خدمت ما ناكل، الا ما خدمت على ولادي ما ياكلوا. ولا كنطلب منكم وكنطلب الله يجازيكم بخير، وكنطلب من سيدنا. والراجل مريض ليا وما كانش اللي يكون بيه بلا بيا انا والدراري ديالي، ما كانش اللي يكون بيهم. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. شكرا شكرا.